في البدايه احنا طبعا عارفين ان انت اول من صعدك لفريق الاول بالنادي الاهلي، هنرجع شويه لورا يعني، كان موسمين. عايزين نعرف بقى البدايه ازاي، وكان تصعيدك كان يعني تم ازاي اصلا مع موسمين؟ انا كنت في الناشئين، فكنا بنلعب ماتشات يعني ماتشات الناشئين، فهو كان بعد كان موسيماني كان موصي ناس ان هم يشوفوا الماتشات ويقولوا ابرز اللعيبه اللي حد هم في الجهاز الفني يعني يكون دايما متابعين، يشوفوا ابرز اللعيبه اللي تحت عشان يطلع معاهم يشوفوهم فوق يعني. فجت بقى فتره كده كان هم تقريبا ما فيش ماتشات، وكان تقريبا اللعيبه الكبار كانوا واخدين اجازه عشان المنتخبات، فتره الكورونا ممكن كمان ما بعد فتره في الكورونا على طول. انا كنت معاهم انا وكوك، تمام، كنا احنا اول اتنين طالعين فوق. من ساعتها بقى انا كنت مع الفريق الاول، وبعد كده بقى كنت بنزل العب ماتشات تحت واصعد فوق تاني. بالنسبه بقى تم تصعيدك خلال فتره موسيماني، برضو كنت في الناشئين برضو تلعب ظهير ايمن ولا؟ انا اصلا بدايتي في الناشئين كلها كنت هاف يمين. تمام. اللي غير المركز ده كان كابتن عصام صلاح، كان في عجز في المركز ده، وكان قايل لي يعني انا محتاجك في المركز ده وان شاء الله تأدي اداء كويس. كان اول ماتش ليا يعني، كنت عامل جونين وكنت ماشي اداء كويس قوي. حلو قوي. ساعه الماتش ده بقى وانا بقيت باك رايت. خلاص بقيت باك رايت. تمام. موسيماني بقى كان اول جلسه بينكم يعني اتكلم معاك في ايه ولا؟ هو كان اول جلسه ما بيننا، كنا احنا كلنا كان في خمس ولا ست ناشئين كنا مع بعض يعني، فقال لنا شدوا حيلكم، انا اتفرجت عليكم كتير في ماتشات، اتفرجت عليها ليكم كلكم، وانتوا ان شاء الله مستقبل النادي، فشد حيلكم وان شاء الله تاخدوا فرصه يعني. كم ناشئين كنت انت واحمد سيد غريب؟ كنت انا وزياد طارق وكوكا وميدو حسام. موسيماني بعد كده راح على النادي الاهلي، انت كنت كده بتصعد دايما مع الفريق الاول بتبقى ثابت، ولا كنت برضو تنزل تلعب مع الناشئين؟ انا كنت في المرحله بتاعت موسيماني اللي هي في الاول دي كنت ببقى ثابت، بس بنزل العب الماتشات يعني، كنت بتمرن معاهم بس الماتشات بتاعت الناشئين كنت انزل العبها تحت. تنزل تلعبها تحت. تمام. راح الموسيماني بعد كده جه سوارش، هل بقى نزلت ناشئين ولا كملت مع سوارش؟ كملت معاه. انت الفتره بتاعت سوارش دي اصلا في فتره كده قالوا ان هم هيكملوا باللعيبه الناشئين الفتره بتاعت الدوري ساكس الرابطه اول. بس انا كده كنت انا معاهم من بدري يعني، فانا كنت موجود. فكابتن سوارش يعني كان مديني الفرصه دي يعني، اداني كذا ماتش، في تقريبا لعبت ست ماتشات في اخر ست ماتشات في الدوري، كنت لعبهم كلهم اساسي. طيب كان سوارش بيتكلم معاك في ايه برضو؟ ولا هو كان بيتكلم معانا شخصيا ان انت انا شايفك لعيب كويس وشد حيلك، وان شاء الله انت هتبقى مستقبل النادي، وان شاء الله تحقق يعني حلمك هنا معانا في النادي. تمام. بعد سوارش بقى موجود كولر. تمام. انت المفروض قعدت فتره الاعداد. لا انا ما حضرتش كولر كابتن كولر كريم، انا حضرت بس الفتره اللي هي فتره الاعداد اللي هي شهر بالزبط. ده شهر كنت موجود معاه خلال الشهر. هل هو في خلال الشهر ده اتكلم معاك؟ اتكلم معايا في اخر الشهر ده، قال لي ان انت مش هتبقى ليك دور معايا جامد قوي، عشان انا كان برضو في مركزي كان ثلاثة، فانت ممكن لو عايز تطلع انت اعاره تشوف. أيوة كان اكرم وكريم فؤاد ومحمد حمدان. فقال لي لو عايز تشوف الدنيا بره اطلع وخد والعب وشارك، وان شاء الله ترجع النادي هتبقى اساسي يعني. خلال الشهر اللي هو فتره الاعداد وكلام كولر معاك اللي انت لازم تطلع عشان تاخد فرصه بره، انت ساعتها حسيت بايه؟ حسيت ان ده حاجه تكون ايجابيه ليك ان انت تتشاف، ولا زعلت ان انت هتمشي من النادي الاهلي؟ طبعا انت هتزعل ان انت ما كنت موجود في النادي بقالك 12 سنه وخلاص هتطلع منه، بس انا برضو كنت باصص لنفسي ان دي حاجه ايجابيه، ان انا هطلع بره واحارب وهتشاف، ان انا هرجع عشان ارجع النادي برضو، عشان ارجع النادي والعب اساسي.